بيكم في حلقة جديدة من حلقات إعدادات المدارس أو اللانش بوكس. النهاردة هنعمل صنفين حلوين مختلفين شوية، وهندخل فيهم حاجات فيها قيمة غذائية عالية، عشان أولادنا دايما نفسهم بتفهم على الحاجات اللي برا، الشوكولات ومش عارفة إيه. فحاجة جميلة إن انت تعملي حاجة في البيت تدخلي فيها مكسرات وفواكه جافة، وفي نفس الوقت يكونوا بيحبوها وفيها قيمة غذائية عالية هتنفعهم للتركيز. للتركيز هتساعدهم جدا في التركيز، تعلي مستوى التركيز عندهم. نحط على طول كوباية ماء. هقول بقى هنا 3 كوبايات سكر. ده انا هعمل يعني عسل، بس العسل ده دي كمية، يعني الكمية دي بقى هتشيليها عندك، هتحطيها في التلاجة وتطلعي منها تحطي على المكسرات. انا هعمل 3 انواع مكسرات. هعمل مافن المكسرات. مافن المكسرات هستخدم اكتر حاجة متوفرة وغنية جدا بالفيتامينات والأوميجا 3، هي السوداني. السوداني من الحاجات الصحية جدا جدا جدا. ولوز هنطلع شوية، وبعدين عين جمل، وعندنا جوز هند. جوز الهند كويس جدا برضو وصحي جدا، من الحاجات اللي بتعلي الحرق، يعني معلومة كده جت في النص. فحلو ان احنا بقى نعمل لهم فولية، عين جمالية، لوزية، ندخل لهم الحاجات دي ونحطها لهم في ورق المافن او ورق الكب كيك. افضل كمان لو لقيت ورق المافن بيكون اصغر، ففكرته ان انت بتديله حاجة، تديله طاقة، بس حجمها مش كبير، حجمها صغيرة. حلو قوي ان احنا نلعب في الاحجام اصلا. حتى انت لو نفسك في حاجة زي كده ممكن تاخديها في قالب المافن ده، حلوة قوي، حاجة قد نص صباع كده، عقلتين صباع، لطيفة قوي، وسعراتها الحرارية مش عالية. العسل انا مش هقلبه خالص عشان ما يخرصش ويعمل لي كريستالات خالص. انا هسيبه، هفضل مراقباه بالشكل ده. 3 كوبايات سكر بس، دي كمية يا جماعة، يعني انت ممكن تعملي الكميه دي وتحطيها في الثلاجه. في ناس بتحرق العسل الابيض، يعني تحط العسل الابيض وتحط له شويه ميه وعصره ليمون وتقوم عامله له بنفس الفكره دي. بس انا قريت عن العسل الابيض ان هو، او في بعض الاراء بتقول ان هو ما ينفعش يتعرض للنار بطريقه مباشره. انا سايباه خالص، مش عايزه اقلب خالص، ومستنيه ان هو يدوب. فممكن اعمل ايه بقى ما دام انا كده قاعده وبشرح؟ ممكن نقطع الفواكه الجافه. احنا هنعمل في الصنف الثاني او في الطبق الثاني مافن المارشميلو الكورن فليكس بالفواكه الجافه. هنستخدم في الفواكه الجافه تين ومشمش. فانا هقطع التين والمشمش على بال ما العسل بتاعي يجهز. وبكده نكسب ايه؟ وقت. عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه حاجه دايما الامهات او كلنا بننساها وما ناخدش بالنا منها وما نلتفتش ليها، غير هي ضعف النظر لاولادنا. ما نلتفتش للموضوع ده الا لما ناخد بالنا ان في حد من زمايل اولادنا في المدرسه جاي في يوم من الايام بنضاره. ايه ده، هو انت كان نظرك ضعيف؟ تيجي مثلا تسالي الام، ايه ده، هو انت عرفتي ازاي؟ هو ايه اللي هو لبس نضاره حبيبي ماله؟ تقول لك لا اصل مش عارفه كان بيشتكي من كذا ومش عارفه ايه، وديته للدكتور فقال لازم نعمل له نضاره. يفضل اصلا ان احنا، عشان الاطفال بيكونوا دايما محتاجين يركزوا، والمناهج ما شاء الله عامره وغنية، دي المناهج دي ممكن الواحد يحسدها بقى، استغفر الله العظيم، يعني تقل شوية يعني. فالأطفال دايما بيكونوا محتاجين يركزوا، بيصدعوا طبعا مع القراية والحفظ. ف
فلازم ان احنا دايما ممكن يبقى فيه بعد نظر، قرب نظر، استجماتيزم، فنخلي بالنا ودايما نحاول مع بداية كل عام دراسي ان احنا نعمل لهم كشف سريع للنظر. يا جماعة اكبر كليات بيعتمد عليها كشف النظر، يعني النظر ده مش حاجة كده، اكبر كليات في ناس اترفضت في الكليات بسبب النظر، فمحتاجين ان احنا لأ نركز مع اولادنا في النقطة دي، ما نستناش لما الموضوع يبقى وصل ان هو لازم يلبس نظارة او كده. نقطع هنا مشمش، انا قطعت كتير، خلاص العسل كده بالنسبة لي شغال. نقطع مشمش كمان جميل. الفواكه المجففة عامة صحية جدا، ودايما بيحطوها يا اما في الجرانولا، الجرانولا دي بتبقى شوكان بفواكه كده، وبتعمل بطريقة مختلفة، بطريقة برضو يعني ايه بنحمصه برضو كده، بنقلبه ونحطه ونعمله اشكال ونقطعه يبقى زي البورز او زي القطع بيتاكل، وفي ناس بتاخده ان هو حاجة تديها طاقة وبرضو كسناك، كوجبة كده خفيفة في النص. طيب ممكن اقطع مشمشاية تانية وابص على العسل اللي على النار. ممكن كمان اتنين كده خليهم معانا. احنا ما كمان ممكن نعمل هنا، نحط يعني عندكم اختيارات كتير قوي، تدخلوا بقى فاكهة، مكسرات بتحبوها، حاجات مختلفة كتير. انا مستنية ان هو بس ايه يشد حيله ويمسك يتقل. انا ممكن دلوقتي ابتدي بالسباتيلا كده اشوف القوام بتاعه عامل ازاي. هو الصح ان احنا ما ندخلش ايدينا فيه خالص، بس يعني انا بدخل ايدي فيه، فخلوا بالكم بس، لان انا بقول لكم ايه المعلومه كامانه. انا بس عايز اتاكد من القوام بتاعه. لا هو لسه كده عايز يقعد شويه. دلوقتي انا عايزه اجرش بس جوز الهند ده شويه. يبقى احنا هنا حطينا على النار معلقه سكر، عليها 3 كوبايات سكر، عليها كوبايه ميه، وعليها عصره ليمونه او نص ليمونه محترم، بس هنصفيه من البذر. وعايزه اقول لكم على حاجه، الليمون لما تيجوا تعملوه في عسل ما تخلوش التفل او الالياف بتاعته تنزل في اي شربات. هنعمل ايه؟ هنعصره في مصفى، دي مهمه جدا، لان بيبقى طعمها سخيف، ولو هنمسكه قوي كده بالمنظر ده هتبقى برده مش لطيفه وبتدي طعم مش حلو في البق، فخلوا بالكم بس ايه من النقطه دي. انا هنا هو خلاص كده يعني ايه بيقول انا قربت. تمام، نجرش هنا الكلام ده. تمام، ممكن بقى هنا اقطع اللوز، بس هغسل السكينة. المشمش من الحاجات اللي بتمسك في السكينة جامد قوي. هنا بقى بس لازم العسل او الشربات ده اللي احنا هنعمله تبقى عينينا عليه يا جماعه دايما. تمام، ممكن بقى اقطع هنا اللوز ده. يعني حابة تقطعيه بقى اكتر من كده، انا حابة ان انا ايه اعمله بس اتنين. لو جبتي رز متقشر، بس اللوز المتقشر بيبقى غالي قوي، ده افضل. عايزة تقشريه بقى، هتقشريه تحطيه في مية سخنة وتغطيه شوية، وبعدين هيطلع من قشره.
ماشي، هنقطع ده بالشكل ده وممكن اكمل اجهز عشان نبتدي نكمل العسل مع بعض. هو اي نعم الحلقه ما فيهاش حاجه فيها روايح قوي، بس الطعم جميل وحاجه هتدي طاقه للاولاد وحاجه حلوه نواجه بيها موضوع هاتي عايزه اجيب كذا حاجه حلوه من بره، وفيها غنيه بفيتامينات ومعادن. واحده من الناس اللي بيتابعوا معايا وخست قالت لي قبل ما تبتدي تتابع البرنامج او البرنامج يبتدي يتعرض، تقول لي حد من اولادي جاله فيروس سي بسبب ان هي يعني اشترى حاجه من بره وكان فيها مشكله وكده. فالولد حبيب قلبي غالبا صغير عنده 7-8 سنين وجاله فيروس سي بسبب حاجه زي كده. فمن ضمن الحاجات اللي بتبقى بتفرق معانا قوي ان احنا ناكل ولادنا حاجه برضه ضامنين ان هي هتديهم الاحتياج اليومي للطاقه، حاجه تديهم طاقه وتغنيهم شويه عن الحاجات بقى حاجه جاهزه او كده. طيب هنطلع فاصل. انا كده عملت اللوز وقطعت المشمش وقطعت التين وحطيت العسل اللي احنا هنحط فيه المكسرات على النار. اشوفكم بعد الفاصل نكمل مافن الكورن فليكس بالفواكه الجافه ومافن المكسرات عشان حبايب قلبنا ولادنا الصغيرين. اشوفكم بعد الفاصل، استنوا.